باهي تدبر أزمة ثقة، ما نحبش نقول هالكلمة، نقولوا مش نقولوا باش نطوروا التحكيم، باش نشوفوا تحكيم عصري، باش نشوفوا حكام باهيين، باش نشوفوا مسؤولين رياضيين باهيين، باش نشوفوا جمهور يتوصل له لانفورماسيون كونفونابلومون، باش نشوفوا ان سوتيان ان سوبور، باش نشوفوا لجنة ورانا قوية معناها باش نخدموا على روحنا بالكدا. نحنا زادة كحكام راهو عندنا دور زادة، راهو باش نخدموا اون دو بروفي، باش نوريو للناس اللي نحنا عندنا قيمة وعندنا ثقة ناس وعندنا مسؤولية زادة كيف زادة متحملينها. البطوله ماك تعرف نتاع البطوله التونسيه سبيسيال شويه، لو بلوز امبورطون بالنسبه لينا نحن ان نتعدى البطوله توصل لبر الامان، الاربيتر التونسي يكون في المستوى، مسؤولين يكون في المستوى، جمعيات يكونوا في المستوى، والجمهور الرياضي هذا كيف نتصور انا ولد معناها حومه شعبيه سواديزون ونعرف اللي يفهموا كوره ويحبوا كوره ويحبوا كوره باهيه ومزيانه وتحكيم مزيان. صح انا حكم دولي نتاثر ياسر، فما ناس ممكن ما تعرفهاش هذه، تحزن ياسر اللي انك تكون مش ممثل، مش انا بركة صدق سلمي هيثم قيرات خليل حسين يا محرز المالكي مش ممثلين مثلا في الدوره الدوليه مثلا كاس العالم، نحزن ياسر ما تتصورش معناها، وتاثر راه الحكم راه توا نحن مش نبقاو نحكيو على الماضي، علاش مانيش موجودين؟ ان شاء الله بقدره ربي باش تشوفونا موجودين، باش نفندها لاخر مره باش نقولها، لا فما حتى بريسيون. ممكن معناها الحكم التونسي في وقت ما مثلا ما خدمش على روحه بالكدا، توا دوا بروفي يخدم على روحه مليح، يركز يتطور، خاطر راهو توا ما عادش نحكيو على تكوين، ولينا نحكيو على تطوير الحكم. اهم رساله سينيج عطانا برشا ثقه، برشا كونفيونس، برشا قلنا راني في ظهركم باش نكون معاكم افون، كيما نقولوا فيها الحل بيدينا نحن. أن نكونوا في المستوى، نعطيو قيمة لزفارتنا لتحكيمنا، وهو باش يكون ورانا هو واللجنة نتاعو زاد.